شهادة التحقيقات الميدانية المنجزة من طرف الضبطية القضائية أن سرعة الحافلة أثناء الاصطدام بالحاجز الإسمنتي تجاوزت 115 كيلومتر في الساعة، وهو الأمر الذي أدى إلى انقلابها على جانبها الأيسر، واستمرت في الانزلاق على مسافة 110 متر من نقطة الاصطدام. كما تجدر الإشارة أن الفحوصات البيولوجية المجراة على دم السائق أكدت خلوها من أي مادة مسكرة أو مخدرة أثناء قيادته الحافلة. تمت متابعة السائق، ويتعلق الأمر بالمدعو ضاب حا البالغ من العمر 33 سنة، أعزب غير مسبوق قضائيا بجنحة القتل الخطأ المقترن بظرفي السرعة المفرطة والتجاوز الخطير من طرف سائق مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي للمسافرين، وجنحة الجروح الخطأ بالإضافة إلى مخالفة الجروح الخطأ وجنحة تعريض حياة الغير للخطأ. السيد رئيس قسم الجنح المختار بالملف قرر بعد المنادات عن الأطراف قرر تأجيل القضية لجلسة 26 ديسمبر 2022 مع وضع المتهم رحم الحبس المؤقت.